بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه الصورة أحببت أن أعلق عليها. نرى ذبابة صغيرة حقيرة تافهة لا قيمة لها، مع العلم أن معظم أبحاث الطب الحديث يعتمد على الذباب في التجارب واكتشاف الأدوية والعلاجات الحديثة، فالذباب مسخر. هذا رد على أحد الملحدين، قال: ما الفائدة من الذباب؟ لماذا خلق الله الذباب ثم ذكره في القرآن؟ يعني نصف الطب الحديث تجارب الطب التي تهدف لاختراع الأدوية وتجارب على الجينات خصوصا يجرونها على هذا الذباب. لو لم يكن موجودا علم الطب سيتخلف كثيرا. إذن هذه الذبابة مسخرة لك أيها الإنسان، هذا أولا. الشيء الثاني أيها الأحبة، الذباب ضروري لتنظيف البيئة، له مهمة أنه ينظف، يعيش على القذارات، يعيش على الأوساخ، يعيش على البراز، فهو يساهم في تنظيف البيئة ويساهم في التوازن البيئي. هذا الذباب اكتشف العلماء وجود مضادات حيوية قوية على السطح الخارجي له، كما أنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يهمني الآن أيها الأحبة، سأكبر هذه الصورة فقط، دعوني أتأمل معكم. أحب أن أتأمل تصميم هذه الذبابة فقط، يعني أنا أحب أن أتأمل هذا التصميم الإلهي. انظروا أيها الأحبة، سأبدأ من الأسفل. انظروا هنا، دعوني فقط أتأمل هذا التركيب الرائع هنا أيها الأحبة. هذه مخالب، انظروا كان يعني الذبابة لا نكاد نراها بالعين، تضربها تهرب. لديها حسابات تتفوق على الكمبيوتر على فكرة. الذبابة لديها سرعة إقلاع عجيبة جدا، حيرت العلماء هذه الظاهرة، فتبين أن دماغ الذبابة يعمل كما نسمي بالتصوير البطيء، يعني هو يبطئ الصورة كثيرا، وأنت مجرد أن تمد يدك مهما كنت سريعا هي ترى هذه اليد وتعلق وتحسب الاتجاهات التي ستأتي إليها بها، فتقوم بعمل معادلات رياضية في دماغها، فتحسب المسافة وتقيس وهي مرتاحة، وتقلع وتهرب وأنت لا تستطيع أن تضربها إلا نادرا. إذن هي معقدة جدا. نبدأ من هنا أيها الأحبة، انظروا إلى هذه المخالب وهذه الشعيرات الصغيرة جدا. هذه الرجل أنت لا تراها، يعني حقيقة بالعين بالكاد أن ترى. طيب، ما الفائدة من هذه الشعيرات؟ أولا تحمي هذه الرجل، وهي وسائل تحسس، وسائل استشعار أيها الأحبة، أجهزة استشعار. هذه الشعيرات هي أجهزة تتحسس بها، عندما تهتز أحيانا تعرف أن هناك مثلا يد ستضربها، يعني ضغط الهواء يحرك هذه الشعيرات فتلتقط هذه الإشارات، وبجزء بالملي الثانية، جزء من الألف من الثانية، ينتقل هذا الأمر إلى الدماغ فتعالج هذا الأمر وتتخذ القرار بسرعة. سبحان الله سبحان الله. يعني انظروا أيها الأحبة، كلما صعدنا انظروا المفصل هنا، مفصل مرن جدا هذا المفصل هنا، وانظروا كم يوجد من هذه الأشعار الصغيرة التي بالعين مستحيل أن تراها، هذه مكبرة طبعا كثيرا. وانظروا هنا كيف تتصل هذه الرجل هنا أيها الأحبة مع الجسد بطريقة رائعة جدا. انظروا إلى كم الشعيرات التي تحيط بها هنا أيها الأحبة، كل هذه الشعيرات هي هنا على ظهرها. انظروا أيها الأحبة، هذه الشعيرات على ظهر الذبابة، ليست عبثا، ليست الطبيعة من خلقتها أيها الأحبة، افتحوا عقولكم. الطبيعة
ما الذي أدراها أن هذه الذبابة بحاجة لوسائل تحسس وحماية واستشعار؟ جسد الذبابة كله مليء بوسائل الاستشعار هذه أيها الأحبة، التي تجمع معلومات باستمرار، تجمع معلومات وترسلها للدماغ. يا أخي والله شيء عجيب، يعني يأتي ملحد يقول لك هذه خلقت بالمصادفة. طيب هذه الدقة من أين جاءت؟ هذه آلاف الشعيرات الدقيقة جدا هنا، كيف نمت هكذا بالمصادفة؟ سبحان الله. الآن انظروا إلى تصميم الجناحين، انظروا إلى الجناحين أيها الأحبة، انظروا هذا التصميم الانسيابي هنا. الطائرات الحديثة كلما كانت متطورة أكثر، وسيارات السباق والآلات سريعة الحركة يعطونها تصميما مناسبا لتحقيق أقل مقاومة للهواء. هذا الشكل يحقق أقل مقاومة للهواء، مع العلم أن طيران الذبابة يعتمد على مقاومة الهواء، ولكن تصميم آخر ستصبح مقاومة الهواء كبيرة ولن يستطيع الإقلاع. هذا طبعا درس في علم الطيران، أن تصميم هذا الجناح أيها الأحبة بهذا الشكل الرقيق مناسب جدا. ثم إن الذبابة تهز ترفرف بجناحيها مئات الذبذبات في الثانية الواحدة، كيف تستطيع ذلك؟ كيف تتحكم؟ تصوروا كل ثانية هذه الذبابة تهز جناحيها بمعدل على ما أعتقد أكثر من 300 ذبذبة في الثانية، ليس في الدقيقة أو في الساعة، في الثانية 300 مرة. سبحانك يا رب. على الرغم من ذلك هذا المفصل هنا الذي يصل هذا الجناح عبر مفاصل دقيقة لا يحتاج إلى صيانة، لا يتعطل، لا ينكسر. طيب أنا أريد أن أفهم كيف جاء هذا التصميم. من يقول لي الطبيعة صنعت ذلك، أقول له كيف، يعني يشرح لنا. ثم إن هناك توازنا بين الجناحين أيها الأحبة، هذا الجناح وهذا الجناح، لولا هذا التوازن لا تستطيع الطيران، هناك تناغم في حركة الجناحين مع بعض. مستوى التناغم من فئة الملي الثانية، أي من فئة الدقة، يعني تصل إلى 1/1000 من الثانية. بغير هذه الدقة الذبابة تنهار، لا تستطيع الطيران ولا تستمر وتنقرض. طيب هنا أيها الأحبة، طبعا اتركوني من التصميم المناسب للشكل الجسم، أنا أريد هنا فقط أن أتأمل معكم هذه الأعين. انظروا أيها الأحبة، انظروا إلى عين الذبابة فقط، ماذا يوجد هنا؟ كل نقطة هنا كما ترون هذه عين، يوجد هنا آلاف من الأعين، كل نقطة، لاحظوا هذه النقطة عين، 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 تعد هذه تجدها بالآلاف، سبحان الله. هذه الأعين فيها عدسة، عدسة طبيعية، ليست زجاجية، عدسة طبيعية تلتقط المنظر. يعني انظر أخي الحبيب، دقق معي، أنت عندما تهجم بيدك على الذبابة تريد أن تقتلها، ما الذي يحدث؟ أنا أتحدث معك الآن على مستوى جزء من الألف من الثانية، نتعامل بلغة الملي الثانية. بمجرد أن تقترب، آلاف الأعين هذه تلتقط صورة يدك وتدخلها إلى الدماغ، بالإضافة للعين الأخرى، يعني هناك عينان، كل عين فيها آلاف العدسات، تدخل إلى الدماغ آلاف الصور، آلاف الصور من كل الزوايا، تقوم بتركيبها لتشكل صورة واحدة. سبحان الله، آلاف الصور تدخل عبر هذه العدسات. تخيل مثال، لديك مثلا 1000 كاميرا
1000 كاميرا تضعها هكذا على قبة مثلا، وكل كاميرا لها سلك توصله بالكمبيوتر، فيتجمع لديك 1000 صورة. تريد أن تدمج بينها ببرنامج مونتاج مثلا، يعني لتركب صورة واحدة. الكمبيوتر لن يستطيع أن يدمج هذا العدد الهائل من الصور، والصور عالية الدقة على فكرة. ستحتاج إلى سوبر كمبيوتر بحجم بناء، تحتاج إلى مئات المهندسين ليبدأوا بالعمل. كل هذا في عين الذبابة، ولن ينتجوا الدقة الموجودة لدى الذبابة. انظروا يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والله إن قائل هذا الكلام يعلم حقيقة هذا الذباب. هذا الكلام لا يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقوله أحد من بعده، ولا يقوله بشر. هو يعلم ماذا يوجد هنا. مثل هذه الصورة، هل كانت موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان الناس ينظرون إلى الذباب على أنه شيء تافه وحقير ولا قيمة له. هذا كل ما في الأمر. تصوروا أيها الأحبة، كل هذه الأعين، من الذي خلقها ومتى خلقت؟ أنا أسأل أصحاب نظرية التطور، حتى من الأحبة المسلمين الذين يقتنعون بوجود تطور أصلا. يا أخي متى تشكلت؟ أعطيني جواب علمي، لا تقل لي عبر ملايين السنين وانتهى الأمر، لا، قل لي كيف الآلية، الآلية التي تشكلت بها كيف؟ هذه الذبابة خلقت خلقا، خلقا. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلق كل دابة من ماء، كل دابة خلقها الله من ماء، لنفهم أيها الأحبة. فهذه الأعين لولاها الذباب لم يستمر، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا تريد أيها الملحد لتقتنع أن هذا خلق الله سبحانه وتعالى؟ الله يعطيك آية يقول لك: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. طيب يا أخي ماذا خلقت؟ أنت خلقت جهاز كمبيوتر مثلا، جهاز كمبيوتر، المواد الأولية من صنع الله، أنت من صنع الله أيضا، القوانين التي ركبت بها هذا الجهاز من صنع الله، الهواء الذي تتنفسه، إذا ماذا صنعت أنت؟ ولا شيء. ماذا خلقت؟ ولا شيء. إذا أيها الأحبة، والله إن هذه الذبابة، هناك أيضا حقيقة نسيت أن أقولها، هذه الذبابة هنا تتوضأ على قطعة لحم على ما يبدو، ولديها خرطوم، ولديها لعاب، لعاب تفرزه هنا وتعالج الطعام خارج المعدة، ثم ترى هل هو مناسب غير مناسب. يعني العملية تتم خارج الذبابة. نحن البشر لا نستطيع أن نفعل ذلك. أنت لا تستطيع أن يعني تعرف الطعام المناسب إلا بعد أن تأكله. هي تحلل الطعام، تخلطه بالعصارة، باللعاب، بالعصارة التي هي من المعدة، عصارة قذرة حامضية، تخلط هذه اللحم وتذيبها، يعني عند نقطة معينة تبدأ به. المشكلة أن هذه الذبابة عندما تضع هذا اللعاب وهذه الأحماض والأكاسيد والمواد الكيميائية تفرزها من معدتها تضعها، تختلط مع اللحم، من المستحيل أن تستنقذ اللحم من جديد، لا يمكن أن تستنقذه. لذلك الله ماذا قال؟ لأنه اختلط وأصبح مادة كيميائية جديدة. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا، مثل قطعة اللحم هذه، لا يستنقذه منه، لا يستطيع أن تستنقذه أيها الإنسان،
لأنه تحول إلى مادة كيميائية أخرى. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. والله يعني نقول ما قدرناك يا رب حق قدرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه عليم حكيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.